25 سنة من لحظات ما بتنوصف بالكلمات بين الأطفال والأمهات. صباح الخير مشاهدينا الكرام، وصباح الخير يا عرب. اليوم ضيفتنا بالاستوديو القابلة القانونية راوية حلاني، ومعنا كمان زايد. يا زايد ما ضل شيء، ومعنا زايد. اليوم زايد المفروض يكون رايق وبده يعمل مساج. أول شيء لما بدك تعملي لابنك مساج أو لبنتك ضروري كثير تشلحي الحلق، تشلحي السنسال. أكيد مش حتكوني لابسة مايك، بس حاولي إنه تكوني يعني خالية من أي من اسلاك او اكسسوارات. طيب راوية انا رح اعطيكي زايد. تعال زايد، تعال. مرحبا. اليوم بدنا نعمل مساج للبيبي. المساج يمكن مفروض، مش يمكن مفروض، هو يريح الطفل. المفروض كمان المساج يعني اذا كان مزعوج من اي شيء معين مفروض يكون هو راحة للطفل. وراوية يا ريت تبلشي انت. بس يلا انا حبلش. اوكي. لا زايد شوي اسمع على شوية صريخ اليوم. اتس فاين. زايد يمكن نحن حاسدنا، صار له ساعة عم نلعبه وعم بينبسط. زايد اليوم يمكن لازم لما الام بدها تحاول اول شيء بدنا نرمس الحنية شوية. يمكن نلعب معك. زايد بونجور. هاي زايد. اول شيء كان لازم يكون رايق ونتاكد انه الطفل رايق. اكيد. ونشلح اي اكسسوارات تشلحها ما قلنا. بعدين بعد الحمام اكيد بيكون الولد شوي بيكون رايقه معه، بيكون رايق. بنحطها على ايدينا. اكيد بيكون الغرفه شوي تكون دافيه مش بارده، بيكون الولد دافي. الزيت ورق شوي شوي شوي. انا عندي صوتنا شوي اليوم. شوفي اذا صوتنا عالي. بدنا نروق شوي، اذا نحن مش رايقين يمكن ما رح يمشي الحال. فعشان هيك دائما عندنا نحن بالحلقه بلان بي او الخطه رقم 2، وهي الطفل السحري اللي ما بيبكي. الطفل الوديع. اضبط شيء. بونجور ان بيبي ان معنا اليوم. طيب يلا بدنا نشوف. هلا اول شيء مثل ما قلتي الغرفه دافيه وكذا، الغرفه دافيه شويه زيت. اكيد معنا الاكسسوار يكون ضفير. لا اكيد يكون معنا ضفير لانه عشان ما نجرح البيبي. نتاكد البيبي يكون بعد الحمام، اهم شيء يكون بعد الحمام يكون البيبي رايق. بنحط على ايدينا اويل لانه الاويل اول شيء بيساعد على يكون يعني ايدينا يكونوا طرية على جسم البيبي. أوكي. وكمان بنفس الوقت جسم البيبي كثير حساس وجلده كثير ناشفه. راوية هلا خلينا نركز، اذا بدنا نبلش هل في كميه معينه لازم نبلش فيها؟ هلا اهم شيء نحن نحطها على ايدينا ونمسح ايدينا. ما في كميه محدده. نحن نمسح ايدينا وندفي ايدينا. اهم شيء نكون ايدينا دافيه ما يكون باردين. نبلش اول شيء بكعب الاجرين. نبلش هيك بكعب الاجرين. في نحط شويه موسيقى، نحكي مع البيبي، نطلع يكون في عندنا لايك مثل بسميها اي كونتاكت مع البيبي، نحكي معه. بنقوي الريباوند مع البيبي، بنقوي علاقتنا مع البيبي بنفس الوقت. بلش بكعب الاجرين. مشان بنكمل على الانكل هون. نرجع على الصبية، ناخذ اصبع اصبع. ناخذ اصبع اصبع. نرجع نطلع على اللاجز على الاجرين. نطلع من تحت لفوق. دائما بتفضلي انه نبلش من تحت، من تحت لفوق من الاقدام ونطلع طلوع؟ طبعا اكيد احسن. ايدينا من الراوند، نطلع من تحت لفوق. نحن نفس الوقت عم نعمل مساج للبيبي، نفس الوقت كمان عم نرطب له بشرته، لانه اكيد بنعرف بشره البيبي كثير حساسه وكثير طريه، يعني بتنشف بسرعه. فبنفس الوقت نحن عم نعمل له مساج عم نرطب له بشرته بالزيت. لا نرجع بنعمل له كمان نفس الوقت. بننزل من مره ثانيه، بناخذ من فوق لتحت. بنكون خلصنا اول اجر. اكيد اذا فينا نشد له شويها بكل نعومه، بنشد له شوي اجره لتحت. اكيد بنكسر له اياها يعني بروق شويه. رواق رواق. بنروح على الاجر الثاني نفس كمان نفس الاسلوب نفس الطريقه. على الاجر الثاني بنبلش من تحت كعب الاجر. اكيد نحن نفس الوقت انا عم نحكي بس عم نطلع بالبيبي، عم نحكي معه، عم نحاول نتواصل مع البيبي. تاني بنروح على الاصبع الصغير الاصبع الكبير، بنحاول نعمل له مساج.
إذا حسيت إيدينا شوي كمان نشوي من الأويل، نحط لها شوية أويل بنرجع إيدينا. هل زيت المساج لما نجيب راوية، هل لازم نتفرج مثلا بمكونات الزيت؟ هل هناك زيوت معينة؟ هلا بنعرف انه لازم تكون خاصة بالأطفال، أهم شيء هي أهم شيء خاصة بالأطفال. في زيوت بتاخذ بتمشي في جسم البيبي، في زيوت خاصة للبيبي بتكون مؤكد انه هي للجلد الحساسة، لأنه كثير مهمة انه جلد البيبي كثير حساسة، يعني جلده أرق 10 مرات من جلدة البشرة الطبيعية للشخص البالغ. لو جربتي لزايد على إيده أو على كتفه؟ أوكي نجرب هيك، وهو على ممكن هو ممكن يعني ضروري يكون نايم البيبي مثلا، شفنا زايد شوي اليوم هيك عموده ما كان كتير 100% زابط، فلو ممكن أنا يبسن هلأ زايد بيكون شوي كنا أكيد تكون الإيد الناعمة كتير مهمة، مثلا بأخذ إيد زايد. هاي زايد، يمكن هي لمسة الحنية من إيد الأم بتخلي الولد أكتر يحس بالحنان ينبسط فيها. مثلا جرب على إجره. نجرب. نو. أها بلش يريح. بلش يريح. بلش ينام. أنا حاسة إنه بلش يريح، رح ننام أنا وزايد هلا. طيب هل في وقت معين يعني مثلا نص ساعة، ساعة، 10 دقايق؟ لا ما في وقت معدد، أنا ممكن بشوف ابني إنه ارتخى وارتاح، أنا طول ما حنحس حالي إنه أنا بتواصل مع ابني ممكن نكمل معه المساج، ما في شيء محدد، بس أنا بدي أعطي بدي كمل المساج، في منطقة كثير مهمة بالهون بمنطقة البطن، ممكن الولد عنده كثير غازات من وراء الحليب بتاعته، ممكن نساعده كثير ليخف عنده الغازات، ممكن أنا أعطيه شوية بسميها مثل عقرب الساعة، أعمل هيك المساج للبطن بشكل دائري وأرجع مرة ثانية نفس الشيء ثلاث صبيعة ثلاثة أو اثنين نفس الشيء. يعني هي هاي يمكن أزبط شيء لما يكون ممكن الطفل يكون عنده غازات مغص، كتير مهم. إيه كتير مهم. وهل بتفرق المساج لما ينعمل للبيبي حديث الولادة مثلا اللي عمره شهر أو شهرين، هل مثل اللي عمره 10 أشهر أو سنة؟ أكيد هل اللي عمره شهر أو شهرين بدي يكون عندي أرق أو أنا أو طريقتي تكون أخف، يعني أنا بتكون ابني عمره سنة بدي يكون يعني ممكن أكتر زيد الأسلوبي أو زيد أكتر المساج يكون أقوى، عرفت علي؟ يعني أنا عمره سنة ممكن أعطي أكتر شوية حركات أسرع، أعطي شوية مساج أقوى، كون قوة شوي قوي أكتر. بس أنا عمر 9 ممكن أعطي شوية إنه عرفتي علي بسموها ستريتش كتير بيساعد كمان للبيبي. هلا كمان بدي أعطي كمان عشان الزيت وشو بيساعد للبيبي، إذا البيبي كمان ممكن أعطي نصيحة للمرة، أيام البيبي كان مثل عنده قشرة راس عرفتي، ممكن بس أنا أعمل حط زيت إيدي على زيت وأعمل بيبي مساج على راسه من هون ممكن تساعدني كمان عشان خفف له تروح له القشرة من راسه كمان. نعم بهالطريقة هيدي. أوكي كمان مفيد للراس. مفيد للراس. حلو يعني عن جد هو أنا ارتحت وبس عم بتفرج على المساج، فكيف كيف زايد يعني أنا راح عليك أنت غير شكل المساج، ممكن جرب له نرجع. ما خلص وقتنا راوية، بس شكنا راح نعمل له مساج بعد الهواء. شكرا كتير لك راوية حلاني القابلة القانونية، وأنتم مشاهدينا شكرا كتير لكم. زايد شكرا كتير، راح عليك أنت المساج، هو هيك بالضبط. شكرا لكم مشاهدينا، بليز تابعونا دائما على لمسة حنية، وابعثوا لنا كل اسئلتكم موقع البرنامج مثل ما قال زايد، بس بعدين في بعده www.mbc.net/lamasat، شاركونا بالمسابقة وشاركونا بكل اسئلتكم، ونحن نشوفكم الاسبوع الجاي بلمسة حنية، وهلا بنرجع للوجين. حياتي شكرا منال، يعطيك العافية. عادي شال المايك قبلك. اكثر من 125 سنة من لحظات ما بتنوصف بالكلمات بين الاطفال والامهات.